آخر الدنيا. ساعة يعني استراتيجية الآن الارتقاء بها. أنا مستعد أبدأ الاجتماع. هناك اتصالات يعني يومية مع القنصل العام الأمريكي وممثل الإدارة الأمريكية الجديدة هنا، وكان رئيس جهاز المخابرات الأمريكية خزاز سيادة الرئيس محمود عباس في رام الله، وهناك اتصالات على أكثر المستوى. الأمور بشكل مسائل ومحاسب يعود عمليا قانوني بالمستوى الدولي. نقوم بجهد مكثف. يعني كان آخر رسالة بعثها أول أمس لمعالي الأخ أحمد أبو الغيض أمين عام الجامعة العربية، سكرتير العام الأمم المتحدة السيد أنطوني غوتيريس، وزراء خارجية وأطراف الرعاية الدولية، الاتحاد الأوروبي السيدة موغريني وآخرين. ما نطلب فيه هو التقيد بالقانون الدولي والشرعية الدولية. ما نطلب به التقيد بمواثيق جنيف الأربعة لعام 49. الدولية بس للتوضيح القانوني، نحن في دولة فلسطين. تستطيع سويسرا دولة الحاضنة للمواثيق جنيف الأربعة عقد جلسة طارئة وخاصة للأطراف المتعاقدة السامية حول هذا الموضوع. لم تفعل. طلبنا أكثر من مرة. يستطيع مجلس الأمن عقد جلسة خاصة لبحث هذا الموضوع. وإن شاء الله سنعمل أن الجمعية العامة تعقد جلسة خاصة في هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن. وفي نهاية المطاف نحن في دولة فلسطين وفي منظمة التحرير الفلسطينية نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة هؤلاء الأسرى.